وللتعليق على ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري. سيادة العقيد مرحبا بكم. مدفعية الاحتلال الصهيوني تقصف مزارع شبعة وتلال كفر شوبة جنوب لبنان، لكن إلى أي مدى يعتبر هذا القصف تصعيدا آخر من تل أبيب على تهديدات حسن نصر الله؟ السلام عليكم، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. حرب المسيرات بدأت بين الكيان الإسرائيلي وتنظيم حسن نصر الله الإرهابي في لبنان وفي غير لبنان، فنرى بأن إسرائيل استهدفت قاعدة لحزب الله وللميليشيات الإيرانية في منطقة عقربة جنوب دمشق بذريعة بأن هذه القاعدة كانت تحضر لعمليات ضد الكيان الإسرائيلي، فتم قصفها ومن ثم تسير طائرتين فوق المنطقة الجنوبية وقصفت المنطقة الجنوبية. اليوم يزيد هذا التصعيد في منطقة مزارع شبعة التي تعتبر سورية، احتلتها إسرائيل في عام 1967 في حرب حزيران ضمن منطقة الجولان، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة بأن الجولان هو أرض إسرائيلية أتوقع بأن هذا التحرك يندرج في هذا الإطار، نتيجة أن هذه المزارع تعتبر من منطقة الجولان المحتل. كذلك أن خطابات حسن نصر الله التي يدعي بأنه سيرد وبشكل كامل على شمال فلسطين المحتلة، هناك استنفار كبير في القوات الإسرائيلية، القبة الحديدية قد نشرت، وطائرة الدفاع الجوي، تم إبعاد بعض الأسلحة إلى من الجولان إلى منطقة الجليل الأعلى، إذن هناك تحضيرات يعني تسبق الأعمال القتالية. جاء هذا التسخين اليوم بعد أن قامت طائرة مسيرة دخلت الأجواء اللبنانية وألقت مواد حارقة في مزارع شبعة في مزرعة بصرة، مما أدى إلى نشوب حرائق. كذلك مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت تلال كفر شوبة وجبل الروس، وهذا يعني بأن إسرائيل تسخن في هذه المنطقة وتريد أن يكون هناك شيء ضد حزب الله في جنوب لبنان وفي لبنان، لأن حزب الله أصبح يمتلك قوات صاروخية كبيرة وبعض الأسلحة، وربما يكون هناك معلومات استخباراتية بأن هذا الحزب أصبح يجهز شيئا ما في تلك المنطقة. سيادة العقيد، احتدام الصراع بهذا الشكل، هل نفهم منه أنه ضوء أخضر من الولايات المتحدة على إنهاء وجود حزب الله في سوريا؟ بالنسبة للتصريحات الأمريكية الأخيرة، تكلموا بأن لبنان وسوريا وبعض المناطق أصبحت منصات لإطلاق الأسلحة أو الصواريخ أو القذائف ضد إسرائيل، ولن ترضى الولايات المتحدة بذلك، وهذا يعني بأنه ضوء أخضر لإسرائيل بأن تستهدف ما تشاء من الأهداف التي تراها بأنها تضر أمنها القومي. نعم سيادة العقيد. نعم تكلمت. نعم. تفضل. نعم. لقد قلت بأن الولايات المتحدة تكلمت مؤخرا بأنها لن تسمح بأن تكون لبنان والأراضي السورية ومنصات إطلاق صواريخ ضد أو قذائف ضد إسرائيل، لذلك هذا يعني بأن هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة لإسرائيل بأن تستهدف ما تشاء من الأهداف التي تراها. طيب سيادة العقيد، سيادة العقيد، ماذا تقول في يعني بعض المراقبين يقولون أن إيران وإسرائيل هما المستفيدان من نشوب أي حرب محتملة، هل تذهب معهم؟ نعم، إسرائيل هي المستفيدة لأنها تريد أن تشرع لنفسها بأنها تجابه أمام شعبها، وخاصة هي قادمة لانتخابات، تشرع لشعبها بأن الحدود مصانة وبأنها تريد أن تسيطر على كل الأراضي التي تحت سيطرتها. كذلك اليوم نرى نتنياهو بأنه سيصدر تشريع بجعل كل المستوطنات
الإسرائيلية هي أراضي إسرائيلية، كذلك إيران التي تقول بأنها جزء من محور المقاومة أو تقود محور المقاومة والممانعة بأنها مستهدفة من قبل إسرائيل. هذه القضية التي تهز مشاعر كل العرب وكل المسلمين، لذلك هي بعد أن خسرت كل التعاطف العربي والإسلامي في حربها القذرة في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي مناطق أخرى، تريد أن تسترد بعض هذه الشعبية نتيجة هذا التسخين العسكري، وربما تكون هناك بضع صواريخ عبثية أو غير عبثية باتجاه إسرائيل من أجل تعويم هذه النظرية. من إسطنبول العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري، شكرا جزيلا لكم.